عقدت اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 برئاسة سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب اجتماعها الثاني، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 وعرض الإحالة الواردة إلى اللجنة بهذا الخصوص والمرفق بها مشروع البرنامج المتكامل، إضافة إلى بيان الحكومة المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء المقر. وبعدها استعرض السادة النواب الأعضاء خلال الاجتماع أوراق العمل المتوافرة التي طلبت خلال الاجتماع الأول للجنة، والتي تتضمن كلا من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، وتحليل أهم ما ورد فيه من مضامين، وتضمن الاستعراض رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج التوازن المالي وأهم المشاريع للدعم الخليجي الواردة ضمن ميزانية العامة للدولة للسنتين 2015-2016، إلى جانب عرض التقرير المتعلق بحوار التوافق الوطني الأول. اليوم كان اجتماعنا الثاني للجنة، وطبعا اجتماع اليوم قعدنا نراجع البرنامج المقدم من قبل الحكومة، وطلبنا احنا الاجتماع الاول للجداول السابقة المقدمة لعمل المقارنات بينها، سواء كان البرنامج المقدم من قبل الحكومة او التعديلات اللي قدموها المجلس السابق، لعمل المقارنات ودراستها. بالاضافة احنا قاعدين نربط الموازنات الموجودة القديمة على اساس نقارنها مع البرنامج، لان في الاخير هالبرنامج بيتحول من برنامج عام للحكومة إلى أرقام اللي هي في الميزانيات، فلازم نتأكد أن هالبرنامج من ممكن تحول إلى أرقام.